بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم بعفوه من النار، آمين. موضوعنا اليوم وخطبتنا اليوم هي تتمة لما سبق الحديث عنه في الخطبتين الماضيتين، وعنوانه ماذا بعد الموت. عباد الله، لقد تبين لنا في الخطبتين الماضيتين بالأدلة على أن الموت ليس نهاية الإنسان، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهو بداية لحياة لا موت بعدها. ولهذا بمجرد ما يفرغ الناس من دفن الميت ترجع له روحه، أي رجعت له حياته. من أجل ماذا؟ من أجل السؤال والجواب، أي سؤال القبر الذي يسمى بفتنة القبر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه وينبغي معرفة جوابه، من يوفق للإجابة عن هذه الأسئلة؟ في هذا الاختبار، اختبار أسئلته مكشوفة معروفة معلومة لدى الجميع، لكن من الذي يستطيع الإجابة ومن يوفق للنجاح في هذا الاختبار الذي من نجح فيه وفاز فيه فلا خسارة بعد ذلك أبدا؟ الجواب عن هذا السؤال هو موضوع الخطبة، ولكن قبل الجواب لا بد لهذا الموضوع من مقدمتين اثنتين مهمتين هما أصل وأساس هذا الموضوع، مقدمة عامة والثانية في ذكر الأدلة على إثبات سؤالي ونعيمي وعذاب القبر، ردا على الذين ينكرون ما يحدث للإنسان في قبره. عباد الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى جعل الدور ثلاث،
دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وحديثنا عن دار البرزخ، والبرزخ لغة هو الفاصل والحاجز، كما قال تعالى: وبينهما برزخ لا يبغيان. فدار البرزخ هو الفاصل بين دار الدنيا وبين يوم القيامة، دار سيسكنها الجميع، والقبر باب سيدخله الجميع، لا فرق فيه بين زيد أو عمر من الناس. وصدق من قال: الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. ولهذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه كما ورد في الحديث الصحيح إذا وقف أمام القبر يبكي بكاء شديدا، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا وقفت أمام القبر تبكي؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل بمنازل يوم القيامة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه. وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس على جبين القبر فبكى عليه الصلاة والسلام حتى ابتلت لحيته بالدموع ونزلت الدموع على الأرض حتى بل الثرى. إن الحديث عن هذا الموضوع حديث يتعلق بأمور العقيدة، لأنه من مسائل الغيب التي لا ترى بالعين المجردة، والإيمان باليوم الآخر الذي يبدأ بمجرد ما يموت الإنسان أصل من أصول الإيمان، من أصول الإيمان الست، كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن اليوم الآخر الإيمان بالقبر وما يتعلق به. وإنما الحكمة من أننا لا نشاهد ولا نسمع ما يحدث للإنسان في قبره الأولى أمر شرعي يتعلق بالإيمان بالغيب، والحكمة الثانية حتى يتدافن الناس. وإلا لو رأينا أو سمعنا ما يحدث للإنسان في قبره أو عندما يحمل على أكساب الرجال لما دفن أحد أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يريكم من عذاب القبر ما أرى. وفي رواية: لولا أن تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من القبر أو من عذاب القبر ما أسمع. وإنما انتفت هذه الحكمة عن البهائم. لماذا؟ لأنها لا تتدافن، فالبهائم تسمع ما يحدث للإنسان في قبره. المقدمة الثانية في ذكر الأدلة التي تثبت أن هناك سؤال ونعيم وعذاب في القبر، أدلة كثيرة من القرآن والسنة، حتى أن عدد الصحابة الذين رووا الأحاديث المتعلقة بسؤال ونعيم وعذاب القبر بلغ عدد 32 صحابيا، وكلها أحاديث صحيحة متواترة. أما من القرآن، وهذا رد
الذين ينكرون هذا الأمر بدعوا أنهم لا يشاهدوا ولا يروا ولا يسمعوا، نقول إن هذا من أمر الغيب وأمور الغيب لا يدرك الإنسان بعقله، وإنما تدرك وتعلم بالأدلة. قال الله عز وجل: ولو ترى للظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. آية واضحة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، قال ابن القيم رحمه الله: وجه الاستدلال والشاهد قول تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل، أي منذ اليوم يبدأ عذابكم، أي بمجرد ما ينزل بساحتكم ملك الموت. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. واستدلوا كذلك بقوله تعالى عن فرعون وآل فرعون حين أغرقهم الله عز وجل، قال تعالى: النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية أصل ودليل قوي في استدلال أهل السنة والجماعة أن هناك عذاب في القبر. أين وجه الاستدلال؟ أين الشاهد من الآية؟ أمران اثنان. أول قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. معنى هذا أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة. أين هم قبل قيام الساعة؟ في قبورهم في عالم البرزخ. ما الدليل على أنهم يعذبون بها؟ قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل على أن العذاب الذي كان في قبور أخف وأقل من العذاب الذي ينتظرهم في نار جهنم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد بوب الإمام البخاري عند هذه الآية باب ما جاء في عذاب القبر. الآية الأخيرة قوله تعالى عن قوم نوح حين أغرقهم الله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئات كفرهم برسول الله هو نوح وعناده وجحودهم، مما خطيئاتهم أغرقوا مباشرة بعد ما أغرقهم الله، قال فأدخلوا نارا. الفاء التي تبيد التحقيق تبيد السرعة، فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت يقول للصحابة: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إثبات السؤال. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومر بقبره كما في حديث ابن عباس فقال: إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالناس، كان يمشي بين الناس بالنميمة. فأثبت أنهم يعذبان بسبب هذين العملين. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغنا من التشهد أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء،
قال هذا في نعيم القبر وعذاب. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. باختصار شديد وبلغة العصر كما يقال، الجواب من الذي سيجيب عن الأسئلة الثلاث؟ الذي أجاب عنها في الدنيا يجيب عنها في الآخرة، انتهى الأمر. هما امتحانان، هما امتحانان، من نجح في الدنيا سينجح في قبره، ومن لم ينجح في الدنيا لن ينجح في قبره. ولذا عندما يقول الملكان للإنسان في قبره من ربك؟ ما معنى من ربك؟ عن ماذا يسألانك الملكان؟ لا يسألانك عن من خلقك، من أوجدك، من أنعم عليك أبدا. قال العلماء معنى من ربك أي من معبودك، بمعنى أنه من عبد الله في الدنيا سيقول في قبره ربي الله، ومن عبد غير الله في الدنيا سيقول في قبره ها ها لا أدري. من ربك؟ من معبودك؟ لأن المعبودات كثيرة كلها بباطل، والمعبود بحق هو الله. من الناس اليوم من يعبد الدنيا، من الناس اليوم من يعبد الدنيا شقي تعس. يقول مثلا تعس عبد الدرهم وعبد الدينار، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، عبد للمال وعبد لمتاع الدنيا، همه وقصده وغايته أنه يصل إلى ماذا؟ إلى متاع الدنيا، بغض النظر أم من حلال أم من حرام، أضيع أمر الله أم لم يضيع، هذا هو الهدف. هذا عبدها من دون الله. كم من الناس اليوم يعبد الهوى فيصل وفق هواه، لو صار وفق عقله لاهتدى، لأن ما في الشرع يوافق العقل. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تقول له هذه حرام، يقول لك ما وفقت الهوى، ما وفقت مزاجي، ما قبله عقلي، هذا يعبد الهوى. قال ابن مسعود عند هذه الآية الهوى إله يعبد من دون الله. كم من الناس اليوم يعبد الشيطان، عندما يحل له الحرام أو يحرم عليه الحلال أو يأتيه بخطط وأساليب شيطانية فيسير القهاء، والله يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. دل هذا على أنك من يعبد الشيطان، لأن العبادة هي الانقياد، هي الاتباع، هي الاستسلام، هي الامتثال. إذا ما ربك أي من معبودك؟ فلن يستطيع الجواب عن هذا السؤال إلا المؤمن الذي كان معبوده ربه في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا. ما دينك؟ يسألك عن الإسلام، فمن كان الإسلام شريعة حياتي، منهج حياتي، ما هو اسما أو انتسابا أو بطاقة وطنية أبدا، من كان الإسلام شريعته عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، كان قانون حياته شريعة الله، وكان مسلما حقا فعلا وقولا، هو الذي سيقول ديني الإسلام، لأنه عمل ونجح وطبق هذا السؤال عمليا. ماذا تقول لرجل بعث فيكم؟ لن يستطيع أن يقول أحد ومحمد رسول الله إلا إذا كان إمامه وأسوته وقدوته في حياته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب هنا من هنا، فمن أجاب هنا بعمله، امتحان كتابي، اختبار كتابي، سيجيب هناك في الامتحان الشفوي بثبات من الله. ومن ضل هنا عن الجواب
وحاد عن الجواب والصواب سيضل ويحيد عن جواب الصواب في قبره. أما من أجاب ونختم بهذا، أما من أجاب هناك بعد أن أجاب هنا، فبمجرد ما يجيب ينادي رب العزة والجلال أن صدق عبدي، صدق مرتين، صدق في الدنيا وصدق في قبره، أن صدق عبدي، فافرشوا من الجنة والبسوا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أما الآخر الذي ضل عن الجواب وكان ضالا في حياته فيقول تعالى أن كذب عبدي، فالناس إما أن يكون منهم الصادق أو الكاذب، أن كذب عبدي فافرشوا من النار والبسوا من النار وافتحوا له بابا إلى النار. هذا ما يقع في قبر الإنسان إلى أن تقوم الساعة. صلى الله وفقنا لما في الخير ولجعلنا من ذات المرسلين الذين يستمعون القول فيتبعون من أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت لا من شاء ولا من جاء منك إلا إليك. نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس ما تحبه وترضاه. اللهم وفق لكل خير وعين وعليه. اللهم أهدي الحق حقا وارزقه اتباعه وارزقه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على أمر دينه ودنياه. اللهم بارك له في ولي عهده وأخيه وسير أسرته إليك وشفه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وقي شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر مسألة عند الدعاء فالله اجعل له من كل ذي مخرجا ومن كل هم مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.